تقول لي مدينة الشيخ مسكين بدري في درعا 9-1 2014 سيتم الآن اقتحام أحد مقرات عصابات الأسد. بإذن الله سيتم الاقتحام. الله أكبر. يلا انسحبوا انتم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. شهيد بإذن الله شهيد. الله أكبر. والله شرع الشيخ مسكين. أبطال المدينة يتصدون لعصابات الأسد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم انصر مجاهديك يا رب. الله يحفظك أحفظ المجاهدين. الله أكبر. الله أكبر والعزة لله. 1/9/2014 2014 الله أكبر والعزة لله. الله أكبر والعزة لله. وما النصر إلا من عند الله. استنى استنى. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر عزة لله. مدينة الشيخ مسكين بريف درعا. الله أكبر عزة لله. اقتحام احدى مقرات عصابات الاسد قربة اللواء 82. الله اكبر. الله اكبر والعزة لله. شو شيخ هاشم في شيء مبين؟ لا لا طوبة اختصر الذخيرة شباب. بحرج ضل وراكم ضرب عليهم ضرب عليهم ضرب عليهم ارجع 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 شوي. بناية السكران عم يضرب عليهم من البناية دي السكران. ضرب بين علي شو شركة رجعت.
الله أكبر والعزة لله. الله أكبر لله، الله أكبر. اطلع الحف الفوقاني، على الحف الفوقاني بتشوفه أكثر. دير بالك شوفك. لا لا الشيخ مسكين، الله اكبر العزة لله. 9/1/2014 الله اكبر. وما النصر الا من عند الله. بيكون الصغيرة على الشباك شادي، على الشباك. الله اكبر العزة لله. مدينة الشيخ مسكين بريف درعا 9/1/2014 ها هي جميع كتائب مدينة الشيخ مسكين تقوم بتطهير المنازل المحيطة باللواء 82. الله أكبر والعزة لله. الله أكبر، الله أكبر. وما النصر الله من عند الله.